بالنسبة لأوسبي البلاد، أوسبي البلاد فيه 6 اكسبيرمنتس كل الناس عارفاهم وأكيد أخدوهم في السكشن. فكرة الأوسبي أنا هعرض لكم دلوقتي صور كالرد ملونة وهتنزل على جروب الدفعة، كل صورة عليها جمل ام سي كيو هنتدرب على أفكارها سريعا، ولو في حتة مهمة من كتاب العملي هنقولها. قبل ما نبتدي، دايما الأوسبي مش هيخرج بره كتاب العملي، فهنبتدي بأوسبي البلاد. بداية لو بصينا على الصورتين دول هنلاقي الصورة دي هو جهاز سهلي اباريتس الناس عارفاه، ديترمينيشن اوف هيموجلوبين اماونت، وهنا جت الصورة دي السنة اللي فاتت او اللي قبلها. دكتورة فاتن عملت ايه؟ جابت تيوب عادية من السهلي وعملت سهل بالارو عند رقم 8 وكتبت فوق جرام بيرسنت. احنا اتفقنا في مقدمة الاصلي في الفيديو الاول انت مش هتحسب حاجة، كل حاجة مكتوبة قصادك. طب 8 جرام بيرسنت، الاسئلة بتبقى ماشية ازاي؟ النقط المهمة بيقول لك قول لي اسم تيوب ايه اللي باينة في الصورة دي، ومدي لك 4 اختيارات. طبعا المعروف ان التيوب دي اسمها دايليوشن تيوب اللي كنا بنخفف بيها، كنا بنحط HCl وعليها بلاد وكنا بنقلب ونخفف بديستلد ووتر لغاية ما في الاخر التيوب دي تبقى لونها بني فاتح شبه التو اذر تيوبز. يبقى اول حاجة اعرف اسم تيوب. الحاجة التانية لازم ما تغلطش في التمييز. يعني ايه؟ يعني ساعات دكتورة فاتن تكتب لك 8 وتدي لك اختيارات وتقول لك هيموجلوبين اماونت ان ذيس فوتو ايكوالز، وما تحطش التمييز في اعلى الصورة عشان الناس تتلخبط. وحصلت السنة اللي فاتت، يا ترى 8 بس ولا 8 جرام بس ولا 8 جرام بير سنت؟ يبقى هي جرام بير سنت. يبقى النقطة التانية اللي عايزين نركز عليها في الصورة دي، اوعى تنسى التمييز. في حاجة تانية في التمييز مهم قوي، المايكرو او المايكرو تيوب بتاعتك انت المفروض بتسحب بالازازة دي، كنا بنعملها في سكشن العملي. طيب علشان اجي ان انا اجي اسحب بيكون مكتوب على الازازة 20 كيوبيك ملي متر، دي مهمة جدا. المايكرو بيبات اللي انت بتسحب بيها اوعى تنسى اليونت الثالثة اللي هي 20 كيوبيك ملي متر. النقطة الرابعة في الاكسبيرمنت دي انك لا يمكن هتعرف التايب اوف انيميا باي سهلي اباريتس. يعني دايما السؤال ده بيجي، انا قلت لك 8 جرام بيرسنت، هتقول لي ده انيميا. تقدر تعرف نوع الانيميا من الفوتو دي؟ انا ما قلتلكش بصفه عامه، في الاصفي في صوره محطوطه قصادك والصوره دي عليها سؤال، يبقى انت هتقول التايب اوف انيميا كانوت بي ديتكتد، وده فكرة تانية في الصورة. طب ايه الفكرة اللي احنا كمان لازم نكون مذاكرينها من كتاب العملي؟ لازم نكون مذاكر ال HCl اللي بيتحط في التست تيوب، تركيزه 10%، ده مهم جدا الكونسنتريشن بتاعه، او النانو مول ال NHCl diluted تقريبا بيبقى كام. اهم حاجة تعرف الهيموجلوبين اماونت في الراجل كام في الست كام. معروف ان الميل بيكون اكتر 16 ل 18 جرام بيرسنت، الفيميل 12 ل 14 جرام بيرسنت. كمان لازم تكون عارف كويس قوي في الاكسبيرمنت دي فكرة التحضير، ازاي بتحط بلاد وراه اتش سي ال وبتقلب ازاي، ويعني ايه بتقارن، لان هنا الفكره كولر ماتشنج. ودي حصلت من سنتين، دكتوره فاتن حطت سؤال قالت فوتو 1 از ديتكتد باي، بتعرف ازاي الهيموجلوبين اماونت بالكولر ماتشنج. يعني ايه كولر ماتشنج؟ بتقارن ما بين التو تست تيوبز اللي على الجناب لغايه ما اللون يبقى بني فاتح. اخر نقطة مهمة في الصورة دي ان اللون البني الفاتح في التو اذر تيوبز اسمها اسيد هيماتين، فلازم تكون مركز على كل الافكار.
فكرة البلاد انديسس ممكن تحطها لك في شكل جملة أرقام تقول لك الهيماتوكريت فاليو كذا، الريد بلاد سيل كاونت كذا، هيموجلوبين اماونت كذا. فضروري تكون عارف البلاد انديسس كويس قوي، مين كورباسكولار فوليوم وكورباسكولار هيموجلوبين ومين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن بالرينجز بتاعته. لو جينا للصورة التانية، دايرة وفيها دوائر حمراء اللي هي bleeding time، ودول number of blood drops. دكتورة فاتن كل سنة بتجيب صورة مكررة، تجيب لك الصورة دي وتحط لك في أعلى الشاشة عدد blood spots. ان احنا اتفقنا مستحيل هتعد عدد البلاد سبوتس وانت قاعد في اخر المدرج، لا، تقولك 24 بلاد سبوت، وكل ربع دقيقة كنا بننزل نقطة. فانتم عارفين هضرب عدد البلاد سبوتس تايمز 1/4 تطلع 6 دقايق ايا كان العدد. المطلوب منك في البليدنج تايم حاجتين، تعرف النورمال بليدنج تايم كام، وهنا كتاب العملي قال رقم غير كتاب النظري، والاتنين صح. كتاب النظري قال من دقيقة ونص لأربع دقايق، كتاب العملي قال من دقيقتين إلى خمس دقايق، الاتنين صح. دكتورة فاتن هتجيب لك عدد بلاد سبوتس وتقول لك احسب، ولازم تكون عارف امتى البليدنج تايم بيبقى برولونجد، لان ده سؤال تقليدي. يعني لو فرضنا جابت عدد ولقينا البليدنج تايم مثلا اطول من 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، يبقى ده prolonged bleeding time. ضروري تحفظ الاسباب اللي كانت يا اما بليتس عددها اقل، يا اما بليتس نورمال بس not function، يا اما فيتامين سي deficiency، يا اما aspirin toxicity. كل دي اسباب، ودي اهم الاسئله على الصوره دي. الصوره الثالثه صوره الكلوتينج تايم. دكتوره فاتن بتعمل ايه؟ تجيب لك في اعلى الشاشه عدد البروكن بيسز، كام حته كسرناها، ان احنا كنا بنملى الكابيلاري تيوب وبنكسر كل نص دقيقه حته. فرضنا قالت لك ان هم مثلا 16 بيس مكسورين، وكل نص دقيقة انا بكسر جزء، يبقى 16 times half يساوي 8 دقايق، النورمال من 4 الى 8 دقايق. طيب فرضنا قالت لك عدد اكبر 20 بيس، يبقى 10 دقايق. المهم تركز في الاكسبيرمنت دي، كلوتينج تايم في الصورة هيبقى كام بناء على الرقم اللي هتقوله لك في البروكن بيسز، والنورمال كام، وامتى يطول الكلوتينج تايم. بيطول في الفيتامين كي ديفيشنسي، لان فيتامين كي بيصنع فاكتورز 2 و7 و9 و10، في ليفر ديزيز، ورقم 3 هيموفيليا نقص فاكتور 8. طبعا الهيموفيليا كانوا 3 انواع، في هيموفيليا A نقص فاكتور 8، B نقص 9، وC نقص 11. فاكتور 8 اسمه أنتي هيموفيليك فاكتور. طيب بالنسبة للصورة الرابعة، هتجيب لك راك طويل، وطبعا في تست تيوب معروف ان ده إراثروسايت سيدمنتيشن ريت. لو جينا بصينا هنا هنلاقي كل ده لون أحمر، وفوق في اللون الأصفر. اللون الأصفر لو عملنا زوم عليها نلاقي بدايتها زيرو ومنتهي عند 20. 20 ايه؟ مليمتر بير اور. المهم في الفوتو دي تركز على اليونت، يعني ايه؟ انت شفتها لغاية 20، وانتوا عارفين انا بقيس طول البلازما العمود الأصفر، لان انا كنت بسيب التست تيوب لمدة ساعة، بعد الساعة الريد سيلز الأتقل بتترسب والبلازما الأخف بتبقى فوق، أنا بقيس الهايت أوف بلازما. دايما يلخبطك بالتمييز 20 إيه؟ هل 20 مليمتر بس؟ ولا 20 مليمتر بير أور؟ طبعا هي 20 مليمتر بير أور.
لازم تكون عارف النورمال إيريثروسايت سيديمنتيشن ريت في الفيميلز كام والميلز كام. معروف ان الفيميلز بتبقى اكتر تقريبا من 6-10 مليمتر بير اور، اما الميل من 3-5 مليمتر بير اور. فلازم تكون عارف. هتقول لي طيب 20 ده يعتبر عالي؟ لا، فيسيولوجيكال انكريز ان فيميل. دايما عشان اقول عالي يبقى فوق 20 مليمتر اور، 30-40، كل ما تزيد فوق 20 يبقى ده زيادة باثولوجيكال. كل حاجة في الدنيا مسموح لها بزيادة بس فيسيولوجيكال. ضروري تحفظ في الاكسبيرمنت دي اسباب الفيسيولوجيكال انكريز ان فيميل، اللي هي بريجننسي منستريشن، وتكون عارف الايتينج والاكسرسايز. لازم تكون عارف، فرضنا ان الدكتوره فاتن جابت لك القرايه وقالت لك ده ان 1 اور، وجابت لك كتبت لك على الشاشه ريدنج ان ذا سكند اور، بنعمل ايه كافريج ريدنج؟ باخد قرايه الساعه الاولى زائد نص الساعه الثانيه كله اوفر 2. مهم قوي تكون عارف ان الاي اس ار از نوت دايجنوستيك، ما بشخصش بيه حاجه، بات بروجنوستيك. النقطه الاخيره في الفوتو دي لازم تكون عارفها، ان اللي بيجمع الريد بلاد سيلز مع بعض النيجاتيف هو بلازما بروتين شايله بوزيتيف شارج، يا فايبرينوجين يا اما جلوبولين. البيومين لا، لان الالبيومين شايله نيجاتيف شارجز. لو جينا للصوره الخامسه، صوره البلاد جروبس، بصراحه دكتوره فاتن ما قدامهاش غير حلين. الحل الاول يا اما تجيب لك سلايد عاديه، مثلا هخبي دي سلايد عاديه خالص، وتقول لك البلاد جروب اللي في الصوره دي ايه. طبعا اعرف ازاي؟ لو عملنا زوم هنلاقي ده الازرق وده مثلا اصفر وده الابيض. طب هتقولي طب وانا اعرف منين ولا قاعد بعيد غير الكلر؟ بيتكتب تحتها او جنبها. الازرق ده الانتي اي، والاصفر هو الانتي بي، والابيض الشفاف هو الانتي دي الار اتش. دورك وانت قاعد في المدرج بعيد هتشوفها، هتبص على الدايره دي يا ترى فيها اجلوتينيشن كالكعب زي ما انتم شايفين، ولا فيها نقط رمل ساندي ابييرنس. لو لقيت ده او ده حصل رياكشن، وكل الدفعه عارفين حتى من ايام اعدادي حصل مع الانتي ايه تبقى فصيله دمك ايه، مع انتي بي تبقى بي، مع الاثنين يبقى اي بي، ما حصلش يبقى او. والار اتش نفس الفكره، حصل رياكشن مع انتي دي بقى ار اتش بوزيتيف، ما حصلش بقى نيجاتيف. طيب دي الفكره الاولى. ايه الفكره الثانيه اللي حصلت السنه اللي فاتت؟ جابت سلايد كبيره وقسمتها فوتو 1 2 3 4، قسمتها اربعه، وقالت لك في اول سؤال إيريثرو بلاستوزس فيتاليس استريتد باي. هتقول لي طب وانا احل السؤال ده ازاي؟ معروف ان إيريثرو بلاستوزس فيتاليس هو مرض بيجي للسكند ار اتش بوزيتيف بيبي لو الام ما اخدتش حقنه انتي ار اتش انتي بودي بعد ولاده البيبي الاول. طيب البيبي ده بنعالجه بايه؟ بنغير له دمه بالاو نيجاتيف بلاد. يبقى انت لازم تكون عارف انها او نيجاتيف، وبعد كده تيجي تبص على صوره من الاربعه مين فيهم ما حصلش فيه رياكشن. اللي هيبص معانا هيلاقي فوتو 4 ما حصلش رياكشن، اما فوتو 1 و 2 و 3 هتلاقوا فيه اجلوتينيشنز باينه. يبقى انا هختار فوتو 4. ده كان اصعب سؤال حصل لزمايلكم السنه اللي فاتت، كانوا بالاماره جروب بي عشان اللي عايز يتاكد. طيب عرفنا انها هتجيب سلايد وهتقول لي اختار مين فيهم، ممكن ايه الاسئله الثانيه المحتمله؟ الفصيله اللي قدامك دي يا ترى يتبرع بدمه لمين؟ يستقبل من مين؟ دي مهمه. تذاكر الار اتش، كل الدفعه عارفين الار اتش نيجاتيف وبوزيتيف، بس عايزك تركز ان مرض الإيريثرو بلاستوزس فيتاليس ثلاث كلمات، سيفير انيميا جاندس، والثالثه كير نيكترس لما البيليروبين ريتش ذا بلاد برين بارير وبيوصل في البرين.
تركز ان اهم اكسبيرمنت قبل التجربه اسمها كروس ماتشنج تيست، ودي مهم قوي، او لو ما جابهالكش في الامتحان بالاسم ده هيقول بري كومباتيبيليتي تيست. اخر حاجه عايز اركز عليها في البلاد جروبس هي نقطه مهمه جدا، كومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن، مشاكل نقل الدم، هيموليسيس، اجلوتينيشن، سيفير بين، البوتاسيوم بيعلى لان الريد سيلز بتتكسر ويخرج البوتاسيوم، هايبركاليميا، جوندس، رينال شوت داون، وهي ركزت على السؤال ده السنه اللي فاتت. نيجي بعد كده للصوره الفوتو 6. فوتو 6 هنا هي الاوزماتيك فراجيليتي. هتقول اوزماتيك فراجيليتي دي كانت ايه؟ كنا بنجيب ريد سيل ونحطها في سوليوشن هايبوتونيك سوليوشن، كنا بنخلي الريد سيل تملى بالميه لان تركيز الملح جوه الريد سيل اعلى من بره، فكان الملح اللي جوه الريد سيل يسحب وراه ووتر باي اوزموزس. هقول لكم في النورمال كانت الريد سيلز تبتدي تتكسر عند بوينت 48%. كتاب العملي قال كده، كتاب النظري قال بوينت 45% تقريبا زي بعض، ويكتمل الهيموليسيس عند بوينت 35. السؤال المهم، وانا قاعد في المدرج وبتفرج على الصوره اعرف منين الهيموليسيس اكتمل ولا لا؟ هنعمل زوم ونبص هنا، ده 0.9% بيكتب لك جنب كل تيست تيوب تركيز الملح، ادي 0.9 0.7 0.5 0.3. عايزكم تقربوا من 0.5 هتلاقوا السوليوشن فاتح ابتدى يحمر قوي. ابص في الباتوم اوف ذا تيوب، لو انا لقيت لسه في لون اسود معناها الهيموليسيس لم يكتمل، it is partial hemolysis. طب امتى يكتمل؟ هلاقي تيوب احمر فاتح وبقت هوموجينس او متجانسه كلها مع بعض، يبقى الهيموليسيس هنا بدا عند 0.5 واكتمل عند 0.3 او 0.45. يا جماعه ده لازم تكون عارف، ابتدى عند 0.5 طبعا ده الطبيعي، هو المفروض 48 مش هنخسر بعض على 2%، ده العادي. طب ايه الاسئله اللي هتتسال على الصوره؟ امتى الهيموليسيس يبتدي عند 0.7؟ يبقى سفيرو سايتوزيس، شكل الريد سيلز اتغير، ما بقتش باي كونكيف فبتتكسر اسرع، ما بتستحملش. مهم تعرف اسباب الهيموليتيك انيميا، خدتوها في السكشن، يا اما اكسترا كورباسكولار كوزس، عيوب بره الريد سيلز، انتي بوديز اجينست الريد سيلز انكومباتيبل بلاد، يا اما بكتيريال توكسنز، يا اما كيميكالز، يا اما دراجز زي السلف، او عيب جوه الريد سيل، يا اما ثلاسيميا، يا اما سفيروسايتوزيس، سيكل سيل انيميا، او جي ساكس بي دي ديفيشنسي اللي بتحافظ على شكل الريد بلاد سيلز فبتتكسر. اخر صوره عندنا في اسف البلاد في الفيديو الاول صوره الهيماتوكريت فاليو. كلكم فاكرين في السكشن كنا بنجيب كابيلاري تيوب، كابيلاري دي كانت مفصوله جاهزه، ريد سيلز احمر تحت وبلازما صفرة فوقيها، كنتوا بتحطوا الكابيلاري تيوب في نص الورقه زي ما الدكتور علمك، وكنت اهم حاجه عندك ان البلازما الصفرة عند السكيل ال 100 والريد سيلز من تحت، اوطى حاجه عند سكيل الزيرو، ولو كانت البلازما اعلى من 100 كنت بتمشيها ناحيه السكيل الكبير لغايه ما تتظبط، ولو اقل من 100 كنت بتمشي الكابيلاري تيوب ناحيه السكيل الصغير. هو اللي هيخليك لا تمشيها لا يمين ولا شمال عشان اريحك، انك قاعد في المدرج مش هتلمس حاجه، صوره ثابته على الحيطه قصادك، الصوره بتبقى متثبته كده. لو جينا بصينا بالزوم هنلاقي الارو جاي على اعلى حاجه في اللون الاحمر اللي هو 30. طبعا 30 ايه؟ 30%. ارجع تاني واقول دكتوره فاتن بتركز على البرسنتج، ان في طلبه حته النسب او التمييز مش عارفها، يبقى اول حاجه ده 30%. طب ده انيميا ولا لا؟ اكيد انيميا، لان النورمال هيماتوكريت فاليو لازم تحفظه
في الفيميل كان 42%، والميلز كانت 46 او 45%، والنيو بورن كانت 62. حقول التكه اللي حصلت بقى لنا سنتين والطلبه تخرج من الامتحان تتخانق معانا، دكتوره فاتن تجيب لك الرقم ايه؟ ان الهيماتوكريت فاليو هنا في مين، وتحط لها كده الهيدنج في الصوره، وانت تقراها تلاقيها 40%. يخرجوا البنات بعد الامتحان، يا دكتور 40 دي يبقى اكيد الصوره دي عندها انيميا. اقول لهم لا. يقولوا لي لا ليه؟ طب ما هو النورمال 42 واحنا في الصوره 40. هقول له لا، لانك ما اخدتيش بالك من رقم رينج موجود في الكتاب العملي. هيماتوكريت فاليو هنا في ميل من 38 الى 2 الى 46%. في رينج يا جماعه، في رينج من 38 لحاجه و40. انا جبت لك في الصوره 40، معناها لسه الفيميل دي في الرينج الطبيعي. امتى نقول انيميا؟ لو الهيماتوكريت فاليو ان فيميل لس زان 38%، وقتها هنقول ان عندها انيميا. نفس الكلام بالنسبه للرجاله برضو، ليهم رينج من 42 ل 47%. طب غير الرينجات هنركز ايه؟ لو انا جبت لك الصوره دي 30%، هقول لك طيب قول لي الاحتمالات. تقول لي مفيش غير احتمالين، يا اما انيميا الريد سيلز قلت، يا اما بالعكس البلازما هي اللي زادت فاخدت من نسبه الريد سيل اللي هي الاوفر هايدريشن. اخر نقطه هركز عليها، هيماتوكريت فاليو في الفين اعلى من الارتري ومن الكابيلاري بسبب كلورايد شيفت في نومينال.